أبنائي الأعزاء، أيها التلاميذ الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغل هذه الإمكانات التواصلية التي تسمح بها المنصة الافتراضية لمؤسسة البشير، والتي أبانت عن أهمية بالغة خلال هذه المرحلة من الحجر الصحي، وأقول لكم رمضان مبارك سعيد، أهله الله علينا وعليكم باليمن والبركات. تعلمون أبنائي الأعزاء أن المرحلة القادمة بعد هذه الجائحة ستكون مختلفة تماما عما سبقها في العالم أجمع، وبالتالي في المغرب بكونه جزءا من هذا العالم الفسيح، وبكونه أيضا جزءا مهما باعتبار موقعه الاستراتيجي، منفتحا على البحر الأبيض المتوسط وعلى أوروبا، ومنفتحا أيضا على المحيط الأطلسي، وجزءا من قارة مهمة وهي القارة الإفريقية، والتي يعول عليها كثيرا في هذه المرحلة القادمة. تعلمون أن الشباب هو دعام كل مجتمع، فأنتم إذن دعامة هذا المجتمع والمعول عليه في هذه المرحلة القادمة، ولا يمكن أن نعول إلا على من استطاع أن يستفيد من المحن ويستفيد أيضا من التجارب. هذه تجربة مهمة في حياتكم، وتجربة مهمة أيضا في حياتنا نحن الأساتذة، ونحتاج أن نستفيد منها للمرحلة القادمة. وهذه المرحلة القادمة ستكون أفضل إن شاء الله، بكون المغرب له من المؤهلات ما يسمح له بأن يكون أفضل إن شاء الله في المراحل القادمة. أولا، هو ينتمي إلى قارة واعدة وهي القارة الإفريقية. ثانيا، لديه من الموارد ما يكفي لكي يواجه التحديات المستقبلية، ولديه رأس مال بشري مهم جدا هو أنتم، فأنتم رأس مال هذا المجتمع وعليكم المعول. ولذلك أوصيكم أن لا تضيعوا هذه المرحلة، مرحلة الحجر الصحي، وأن تستفيدوا منها من خلال التكوين عن بعد، ليس فقط انطلاقا من منصة البشير، ولكن أيضا من كل المنصات التي تجدونها أمامكم في هذا العالم الأزرق، عالم الأنترنت. تعلمون أن التكوين لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت القدرات التواصلية عالية وقدرة على استعمال اللغات. إذا لاحظتم فإن أغلب المنصات التي تقدم تكوينات عن بعد هي باللغة الإنجليزية، ولكن فيما بعد ستفتح منصات بشكل كبير جدا باللغة الفرنسية وباللغة العربية أيضا، كما ستكون أيضا بلغات أخرى. لذلك أوصيكم بالاهتمام باللغات، وأن تنكبوا على تطوير قدراتكم في مجال اللغات، وستكون لديكم المهارات اللازمة لكي تواجهوا المستقبل وتواجهوا تحدياته وتستفيدوا من فرصه بشكل كبير، والله يوفقنا جميعاً.